دعوة للإفطار العلني في رمضان. شهر رمضان يعتبر من أهم المناسبات الدينية وأقدسها بالنسبة للمسلمين. خلال هذا الشهر يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب والجنس نهارا، ولا يسمح بذلك إلا خلال ساعات محدودة من الليل. للأسف الشديد، وكما هو معلوم لدى الكثيرين، أن بنية المجتمع الإسلامي ترفض وبشكل مطلق احترام صوت ورأي الآخر المختلف، خصوصا إذا كان هذا الآخر قد فرض عليه الإسلام بالوراثة، أي شاء له حظه أن يولد بدولة مسلمة. هذا الأخير الذي يعتبر مسلما وجب أن يموت مسلما أو كافرا مرتدا بعد أن يجب فيه حد الردة القتل. من داخل هذه المجتمعات الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة توجد فئة كبيرة وهي أقلية مسالمة اختارت التحرر من قيود الدين الإسلامي، ومن الطبيعي أن هذه الفئة لا تصوم رمضان كونه لا يلزمها لا من قريب ولا بعيد، فصيامها لهذا الشهر يعتبر دفعا بها نحو إضراب قسري عن الطعام ومن أجل ضمان سلامتها الشخصية من أي عمل إرهابي، وهو الشيء الذي يعتبر فيه انتهاك جسيم للحريات الفردية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فلا أحد مثلا يحق له أن يغصب شخصا آخر على القيام بشيء لا يقبله، خصوصا حينما يتعلق الأمر بحرية ممارسة العقيدة. رمضان يعتبر بالنسبة لدى الكثيرين الذين يجدون أنفسهم مدفوعين إلى التظاهر بالصيام أمام أعين المجتمع الذي يفرض دينه وتقاليده على الجميع دون أي احترام لحرية الأفراد رغم اختلاف معتقداتهم الدينية ومواقفهم من الوجود. فهنالك من يصفه بأنه كابوس مرعب يدوم 30 يوما من كل سنة أو شهر. كثرة المشاجرات والمشاكل بسبب النظام الغذائي الفاشل، أو شهر النوم والأكل في المراحيض والأماكن المظلمة بعيدا عن أعين المجتمع وكأنهم لصوص وحرامية. إنها فعلا معركة نفسية صعبة تمر بكل فرد يفرض عليه التظاهر بالصيام أمام عائلته أصدقائه وكل أفراد المجتمع حتى لا يستفز مشاعرهم كما يدعي المسلمون، لكنهم لا يعتبرون إفطار المرأة الحائض أمرا مستفزا، أو حينما يحضر الأبوين الأكل لأطفالهم الصغار خلال رمضان، أو حتى حينما تقوم امرأة بصيام الأيام التي أفطرتها خلال رمضان وكل المحيطين بها يأكلون وقد تكون هي من قامت بطهو الطعام لهم. للأسف ضريبة إفطار رمضان علنا بالدول المسلمة ليست بالهينة، فرغم اختلافها من دولة إلى أخرى باعتبار اختلاف قوانين هذه الأخيرة، إلا أن القاسم المشترك يبقى واحد وهو الإقصاء والتحقير والكراهية والاعتداء اللفظي والجسدي. بالمغرب مثلا يوجد فصل قانوني يجرم الإفطار العلني خلال نهار رمضان ويعاقب عليه بسلب الحرية السجن. بالسعودية أو إيران إفطار رمضان عقوبته هي الموت. المهم، نحن مجموعة من اللامسلمين العرب قررنا الدعوة إلى حدث موضوعه الإفطار العلني خلال شهر رمضان بمجموعة من الدول العربية. من بين هذه الدول يوجد إلى حد الآن المغرب، مصر، تونس، لبنان. هدفنا من ذلك هو كسر جدار الصمت والمرافعة من أجل ضمان حرية ممارسة العقيدة وجعله نقاشا جماعيا يساهم فيه الجميع من أجل إيجاد حلول ومن أجل معالجة هذه الإشكالية. نحن لا نطالب بأن يفطر أصحاب عقيدة الإسلام أو أن يتخلوا عن نسكهم الديني، لكنها دعوات إنسانية من قلب المعاناة والديكتاتورية نحو احترام حق الغير مسلم في عدم الصيام وحماية هذا الحق بسند قانوني يلغي كل العقوبات التمييزية للضفاطر رمضان.
وأيضا تعبد ذلك بنص قانوني يعاقب كل من مارس التمييزها وأي شكل من أشكال الاعتداء على مواطن أو مقيم أجنبي بمجتمع إسلامي رفض الصوم وأعلن ذلك بإفطاره علنا. حتى تحقيق هذا الهدف يلزمنا الكثير من الجرأة، الكثير من الشجاعة، والكثير من التضحية. فثورات الربيع العربي كفيلة بتحقيق ذلك إذا ما تم حمايتها ممن يودون تحوير مسارها وتحويلها إلى وجهة ترفع علم الخلافة والديكتاتورية الدينية والتخلف عوض الحرية وقيم حقوق الإنسان والمساواة. يمكنك دعمنا بالانضمام إلى صفحة الحدث على الفيسبوك، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أصدق عبارات الاحترام والتقدير.